وشكو حلو علينا دايما، وشكو حلو طبعا على القطاع، وعاملين حاله جميله في قناه الزمالك. ان شاء الله الحمد لله فضل ربنا. كانت البدايه كانت مهمه قوي بالنسبه لنا النهارده، اول مباراه لينا مع لافيينا، كان يعني محتاجين المكسب في اول مباراه عشان تدينا الثقه في المباراه اللي بعد كده. الحمد لله ربنا كرمنا النهارده وقدرنا ان احنا نكسب 2-0 على ارضنا، وده بدايه كويسه الحمد لله فضل ربنا. الشوط الاولاني الاصرار برضو العزيمه بتاع الفريق اللي قصادك بيلعب نادي الزمالك، وان انت لحد اول 10 دقائق ربع ساعه، واحنا قلنا للعيبه ان ممكن تلاقي اول 10 دقائق ربع ساعه لو انت ما جبتش هدف هو بياخد الثقه زياده. قدرنا ان احنا نحاول بقدر الامكان، يمكن رحنا اكتر من فرصه في الشوط الاول ما قدرناش ان احنا نحرز هدف. الشوط الثاني الحمد لله ربنا كرمنا مع التغييرات كمان اللي بدا كابتن كمون ينزلها، بدانا نشتغل كنا بنشتغل 4-3-3، الشوط الثاني بيشتغلنا 4-2-4-4-2، وبعدين لما حرزنا الهدف رحنا راجعين ثاني للطريقه، فغيرنا اكتر من طريقه لحد ما ربنا كرمنا وقدرنا نحرز اهداف من الكرات الثابته، ودي كانت ميزه عندنا الحمد لله فضل ربنا. يعني البطوله ازاي بقى كابتن والمنافسه؟ بص، هو البطوله لسه بادئه طبعا، اول مباراه النهارده، بطوله مش سهله، صعبه جدا. هي ممكن تكون جيزه بس شرسه، وفيها فرق كويسه جدا جدا جدا. البدايه كانت مهمه جدا بالنسبه لنا ان احنا نكسب، ونكسب بسكور كمان عشان نبقى على اول مجموعه. الموسم ممكن يبقى طويل شويه كابتن ساهر، لانه انت عندك خد بالك هياخد من ثلاث مجاميع ثلاث فرق من كل مجموعه، فهيتعمل ماتش مباريات سوبر ما بين الثلاث مجاميع، فطبعا هتبقى لسه محتاجه يعني نفس طويل. ان شاء الله باذن الله طبعا نادي الزمالك بيخش بطوله عايز يكسب وعايز ياخد كل بطوله، وبيشارك في البطولات عشان المكسب دايما ان شاء الله باذن الله. كان فوز مهم الحمد لله. الشوط الاول طالعين ادائنا مش احسن حاجه، الحمد لله قدرنا نتطور. الشوط الثاني عبد الغفار جاب جون الاول الحمد لله، ربنا كرمني الحمد لله جبت الجون الثاني، والاهم الحمد لله ان احنا فدنا الفرقه وخدنا الثلاثه بونت. اول ماتش في الدوري، بدايه مهمه الحمد لله، فالحمد لله كلنا تعبنا والحمد لله ربنا كافئنا الحمد لله. كابتن كمونة وكابتن حسام بيشتغلوا معانا من اول السيزون على الكرات الثابته والكرات العرضيه، وشغل تخصصي كتير، واشتغلنا كتير على الكرات دي، والحمد لله ربنا كرمنا في الشوط الثاني. ما كناش قد كده الشوط الاول، بس تعليمات الكابتن كمونة وكابتن حسام ما بين الشوطين نزلنا نفذنا كل تعليماته، ونقط الضعف اشتغلنا عليها، والحمد لله ربنا كرم بالجون الاول، والحمد لله ربنا كرم عبد الرحمن بالجون الثاني، والحمد لله طلعنا 2-0 الحمد لله. We'll be right back.